المشاركين في مشروع تنزيل سياسة الهجرة على مستوى جهة سوس مسا اللي كتنظم جمعية الهجرة والتنمية. اليوم كان لنا لقاء مع رؤساء الجهة ورؤساء المصالح دور المصالح بجهة سوس مسا. كان موضوع ديال اللقاء هو التنويه ديال المشاركين اللي تم الاختيار ديالهم اللي هما 10 اللي كان حالفهم الحظ انهم ياخذوا تجربه على التطوع في الجهه الفرنسيه جهه باكا بالضبط في مدينه مارسي. ليلى الزهري حاصله على ماستر في المصاحبه المقاولاتيه ومشاركه في البروغرام ديال لي سيرفيس فولونتير اللي دايره لاسوسياسيون ميغراسيون اي ديفلوبمون في الجهه ديال سوس مسا درعا. دونك اليوم كنا في واحد الاجتماع مع ساده اطر الجهه والسيد الساده النواب الرئيس ديال جهه سوس مسا ديال لي فولونتير اللي غادي يمشيو يديروا واحد الخدمه المدنيه في مدينه مارسي بفرنسا. وهذا كان الموضوع ديال هذا اللقاء ديالنا اليوم. الموضوع ناقش الاهميه ديال هاد لي سيرفيس فولونتير اللي كيكونوا لا بالنسبه للشخصيه ديالنا لا بالنسبه au niveau professionnel و حتى au niveau ديال الجهه يعني حسب الحاجات اللي غادي نتعلموا غادي نجيبوهم معنا باش نطبقوهم في الجهه ديالنا.